إذا بسم الله الرحمن الرحيم، معكم بروف أصيل بوركو. اليوم غادي نتطرقوا للدرس الأول جدع مشترك فيزياء طرون كومان، اللي هو التجاذب الكوني أو بيان لا غرافيتاسيون يونيفرسال. إذا بالنسبة للتجاذب الكوني بيان لا غرافيتاسيون يونيفرسال، غادي نتطرقوا لها في الدرس. غنحاولوا أننا نتطرقوا بصيغة عامة، يعني التجاذب الكوني بين جوج الأجسام. وجود الأجسام شنو كيكون بيناتهم؟ كيكون عنده كتلة، الأولاني عنده كتلة إم أ، والثاني عنده بين ماس إم دو، فوالا ولا إم بي. فوالا دونك جوج الأجسام غتشوفهم كيختلفوا، في الأول غادي تشوفوا جوج أجسام أون جينيرال بعادين على بعضيتهم بواحد المسافة. من بعد غادي تشوفوا واحد جوج الأجسام مثلا كرويين، كيفاش مثلا سفيريك دو كور سفيريك، لانتيراكسيون أونتر دو كور سفيريك، مثلا الأرض والقمر، كيفاش كيوقع التجاذب بين كوكب الأرض والقمر، أو مثلا بين الأرض والشمس، كيفاش كيوقع لا غرافيتاسيون يونيفرسال اونتخ لا تير اي لو سولي. فوالا دونك القانون اللي كيقلنا هادشي كيتسمى لا لوا دو نيوتن. في نهاية المطاف غادي نشوفو لا بيزونتور جي دي بي او بيان لو بوا دان كوا، واحد الوزن ديال الجسم. شنو هو الوزن ديال الجسم؟ كنقولو الوزن ماشي هي الكتلة، ماشي هي الرمز، مثالي هنايا دو كوندور ديفيرونت. فوالا دونك غادي نتطرقو لهادشي التسلسل في الدرس. في نهاية المطاف غادي نشوفو لي مزيون لي زيشيل، يعني المتر المضاعف الضوء، المتر يعني تشوفو الكيلوغرام، القواسم الكيلوغرام، مضاعف الكيلوغرام، غنشوفو الزمن، يعني نورمالمون الوحدة العالمية اللي نشتغلو بها في مكون الفيزياء اون جينيرال. إذا بصفة عامة ملي كيكون عندنا جوج الأجسام كيما قلنا، الجسم الأول والجسم الثاني باش كيتميزو، كيتميزو بواحد الكتلة، مثلا هذا نسميوها جسم أ، باش غيتميز جسم أ يتميز بالكتلة إم أ. بعيد عليه بواحد المسافة معينة كاين واحد الجسم ب، ونحاول نكون نوصل يعني الشكل الهندسي ديالو ماشي يعني الأشكال العكسية ديالو، من بعد نعملو هادشي. دونك الجسم ب باش كيتميز، كيتميز بالكتلة إم ب. الجسم أ والجسم ب باش بعاد على بعضيتهم، غيكونو بعاد على بعضيتهم بواحد المسافة معينة، نسميوها باغ إكزومبل دي. إذا عندي جسم أ الكتلة ديالو إم أ، عندي جسم ب الكتلة ديالو ام بي، الجسم ا والجسم ب بعدين على بعضيتهم واحد المسافة غون دي. دونك شتي قول القانون نيوتن أو لا لا غرافيتاسيون يونيفرسال، نورمالمون كتقولي بلي أن ا كيطبق واحد القوة الجذب على ب، و ب كذلك في نفس اللحظة كيطبق واحد القوة الجذب على ا. هاد القوة ماشي كنرمزوها، لا فورس اكزارسي باغ لو كور ا سور لو كور ب إيغال أو موديول، يعني تساوي في المنظم، غنشوفو من بعد شنو كاين هنا، لا فورس إكزارسي باغ بي سور لو كور أ، وهاد لي دو فورس غنسميوهم واحد لا فورس نسميوها إف. إذا شنو كيقول نيوتن؟ كيقول لك الجسم أ كيطبق واحد القوة الجذب على الجسم بي، في نفس الوقت الجسم بي كيطبق واحد القوة الجذب على الجسم أ، هاد القوتين هادو نورمالمون متساويين في المنظم، متساويين. وبالتالي شنو كيساوي في المطاف؟ كيساوي واحد القوة كنسميوها إف. إذا هاد القوة إف شحال كتساوي حسب قانون نيوتن الثالث؟ لا فورس إف اللي هي إف أر بي اللي هي إف بي أر، شحال كتساوي في نفس الوقت؟ يعني رياضيا التعبير الرياضي ديال القوة هو واحد ثابتة الجي، يعني غنشوفوا الجي شحال كتساوي في الكتلة ديال الجسم الأول إف أر، في الكتلة ديال الجسم الثاني اللي هو إم بي، الكل تقسيم المسافة اللي بيناتهم اللي لها نهاية مربع، الكل تقسيم دي مربع، وبالتالي هذه هي نورمالمون القوة المطبقة من طرف على بي اش كتساوي في نفس الوقت القوة المطبقة من طرف بي على أ، ثابتة التجاذب الكوني، كتلة أ كتلة بي لأن المسافة بيناتهم مربع. إذا نحاول أننا نوصفوا هاد المقدار الفيزيائي اللي عندنا هنايا اف اي لا فورس غرافيتاسيونيل اي القوة ديال التجاذب، وحدة ديالها نيوتن، وحدة القوة نيوتن كما ديجا شوف اعدادي جي هي ثابتة التجاذب الكوني، فوالا كونستونت وبيان كوفيسيون دو لا غرافيتاسيون يونيفرسال جي ثابتة كتكون معطية في المعطيات في الغالب 6.67 10^-11 نيوتن متر أو كاري بار كيلوغرام موان دو. فوالا دونك ثابتة عن الشابو ديال بزاف هاد الدرس هذا إن شاء الله. غادي نحاول مثلا في الفيديوهات اللي تحت في لا ديسكريبسيون بيا في البلاي ليست
غادي نجبرو يعني نوطفو فيديو يعني على دي زيكزارسيس اي دي زيكزومبل اللي غنطرق فيهم هاد الدرس هذا. طبعا حتى الدروس المقبله ان شاء الله ماده الفيزياء والكيمياء اللي تعمل الشراك سيزيام بكالوريا الى اخره من الدروس ان شاء الله. ام ا كتله الجسم ا لاماس دو كور ا، ام بي لاماس دو كور بي، و تي هي المسافه لا ديسونس كونتر ا اي بي نورمالمون لا ديسونس كنظنو ماركة الجسم الاول اللي هو ماركة الجسم الثاني. اذا كما كنلاحظوا عندنا جوج امثله بالنسبه للمثال السابق نكمل عليه. دونك المثال الاول نورمالمون قوة التجذب الكوني بين جسمين نقطيين، اجسام كنعتبرو صغيرين بزاف، الثانية نفس الصغر كنعتبرو اجسام نقطية بحال الدندقة، والنقطة على الكتلة ديالها ام واحد، وهذه نورمالمون النقطة نورمالمون الكتلة ديالها ام جوج، جسمين نقطيين. إذا النقطة تاعنا إلكترونين مثلا نشوفو دابا شنو إلكترون بروتون، يعني التجاذب مثلا بين الإلكترون الأول والإلكترون الثاني من ناحية الكتلة الميكانيكية. وبالتالي الجسم الأولاني عنده كتلة ام واحد والجسم الثاني عنده كتلة ام جوج، وبالتالي الجسم هذا كيطبق واحد القوة التجاذب، الجسم الثاني مسميها ام واحد جوج، يعني قوة مطبقة من طرف جسم رقم واحد إلى جسم رقم جوج. في نفس الوقت الجسم الثاني عنده كتلة، الكتلة ديالو هي ام جوج، كيطبق على الجسم الأولاني واحد القوة، شنو هي القوة المطبقة من طرف الجسم الثاني على الجسم الأول، لا فورس اكزارسي باغ لو دوزيام كور سور لو برومي. هاد الجسمين عندهم كتلتين، وبعدين مثلا راه بعطيتهم واحد المسافة عام قبيلة تتسمى تبي تفقيم حس فوالا. وبالتالي شنو كنقول؟ القوة المطبقة من طرف الجسم الأول على الجسم الثاني تساوي القوة المطبقة من طرف الجسم الثاني على الجسم الأول، اش كتساوي؟ كتساوي أون جينيرال إف، حيث القوة هادو نسميو مثلا إف هو المطبقة من طرف الجسم الأول إلى الثاني تساوي القوة المطبقة من طرف الجسم الثاني إلى الأول تساوي إف، اش كتساوي؟ كتساوي قلنا جي، ثانية التجاذب الكوني هي 6.7 ستين على 6.11، فايش في الكتلة الجسم الأول فايش في الكتلة الجسم الثاني، هذا كيكون معطيين هادشي يعني الكتلة الجسم الأول والثاني المسافة اللي بيناتهم، تقسيم هذا تقسيم المسافة اللي بيناتهم مربع، في الحالة المسافة اللي بيناتهم شنو سموها لي؟ عقلت سموها لي أ، إذا المسافة اللي بيناتهم مربع أ، شنو هي الوحدة الأف؟ نيوتن. La force exercée par le premier corps sur le deuxième est équivalente en module aux forces exercées par le deuxième corps sur le premier. Un mitel. Mitel tani. Et donc mitel tani. Voilà, qui m'a dit le mitel là. Je sais pas, mais on va dire le mitel tani. Je vais me dire qu'en français, je dis. Voilà, mitel tani. Les forces. Alors, la force de gravitation universelle, voilà, entre deux corps sphériques, et une courbe de tension de l'économie, nous avons un gisme et un corps, et nous avons un gisme 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 corps, et nous avons un مثلا وبالتالي الكره باش كتميز كتله ام ا، مثلا القمر عباره عن كره طبعا الحجم ديالو مثلا صغير كره الارض، الكتله ديالو ام بي لا ماس بي او القمر مثلا مثال يقدر يكون مثلا الشمس والارض، يقدر يكون عطارد والشمس الى اخره. فوالا دونك المسافه من مركز الارض حتى من مركز القمر او من مركز الجسم الكروي الاول المركز جسم الكروي الثاني سميها غروند دي. الوغ اش كتقول لا فورس دو نيوتون؟ لا فورس دو نيوتون كتقول لا فورس اكزارسي بار لو كور ا سور لو كور بي ايغال اون مودول او فورس اكزارسي بار لو كور بي سور لو كور ا ايغال ا اف. بار اكزومبل لي فورس هادو الا بغينا نمثلهم شنو غادي نعملو؟ لا فورس اكزارسي بار ا سور بي كنجيو مركز لو كور بي وكنعملو هاد لا فورس، كان نقول ا كيجبد على بي. إذا هاد السهم هاد المتجه هذا صمتا كنسميها اف دو ا بي، لا فورس اكزارسي بار ا سور بي. في نفس الوقت بي كيطبق واحد لا فورس دو غرافيتاسيون يونيفرسال سور ا، مين كنمثل السهم ديالنا كنمثلوها هو مركز ا كونسا، حيث ان القيمة ديال المتجه او القيمة ديال المتجه هما سيكونوا متساويين،
اف دو ابي كتساوي اف دو بي ابي اذا هذا السيستم هذا اللي رسمته الاصل ديالو هو هذا المركز هذا لا فورس اكزيرسي بار بي سوا اش كتقول الموديل ديالهم اف دو ابي كتساوي اف دو بي ا كتساوي اف كتساوي اف اللي هي اف ابي اللي نفسها اذا تقدر تكتب هذه تقدر تكتب هذه تقدر تكتب هذه بغيت دونك اف شحال كتساوي كتساوي جي ثابت التجاذب الكوني فارش في لاماس الكور الفلاني مثلا سمينا هذا لاتر الارض فلاماس الكور الثاني اللي هو بي سور لا ديسبونس اللي بين المراكز ديالهم لو جيرو لو سونتر لا ديسبونس اونتر سونتر دو ا حتى سونتر دو بي او كاري بين قوسين اذا جينا نلاحظوا هاد لا ديسبونس هادي اللي هي من هنا لهنا شحال فيها فيها هاد المسافه وهاد المسافه وهاد المسافه اذا فيها نفس المسافات مثلا شنو هي دي المسافه مع المركز ضد المركز هي لو غايمون دو لاتر الشعاع الارض مثلا زائد المسافه دي المسافه بالسطح هذا الكوكب بالسطح هذا الكوكب سموها لنا دي مينيسكول زائد لو غايمون ديال الكوكب الثاني بلانيت الثانيه هذه هي بين قوسين يعني نقدر مثلا نشتغل مثلا بالمسافه بين سطح الكوكب الاول والسطح الكوكب الثاني الشعاع الكوكب الاول الشعاع الكوكب الثاني